أهلا بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدها، إسبانيا وإيرلندا تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطينية. لماذا تعتبر مدريد الخطوة مصلحة جيوسياسية لأوروبا؟ إيران تنضم إلى روسيا وتركيا في التحذير من الاجتماع بين أرمينيا وأوروبا والولايات المتحدة. أي مخاطر تخشاها هذه الدول من اللقاء الثلاثي؟ عيد الفطر في غزة تمسك بالحياة وإصرار على الفرح. أي دروس يعلمها أهل غزة للعالم؟ والحرب توجه ضربة قاسية إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل. ما حدود التأثير على اقتصاد الاحتلال؟ التفافة أم تحول نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية تتجه إسبانيا؟ تتحرك الدولة الأوروبية إلى جانب مجموعة أخرى من الدول لجعل الخطوة جماعية، بما يجعل تأثيرها أكثر قوة وفاعلية. تنطلق مدريد من ضرورة مساعدة غزة وشعبها، لكنها ترى في الخطوة مصلحة جيوسياسية لأوروبا. لحسن الحظ فأن دعوتنا للاعتراف بالدولة الفلسطينية تكتسب المزيد من الدعم. سأبذل قصارى جهدي في الأسابيع المقبلة من خلال جولة من الزيارات والمكالمات مع الزعماء الدوليين، وسأفعل ذلك لأنه الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، لأن أغلبية المجتمع تطالب به ويصب أيضا في المصلحة الجيوسياسية لأوروبا، ولأن المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة الدولة الفلسطينية إذا لم يعترف بوجودها. في إيرلندا يتكرر الموقف نفسه. تجد دبلن في خطوة الاعتراف حاجة ملحة، وترى في تأجيلها خطوة غير مفيدة تقوض صدقية الدول الأوروبية الداعمة لمسار أوسلو وحل الدولتين. على مدى الأشهر الستة الماضية واصلت المناقشات مع زملاء الوزراء في الدول الأخرى بشأن كيفية إمكان الاعتراف الرسمي المشترك بالدولة الفلسطينية أن يكون حافزاً لمساعدة شعب غزة والضفة الغربية لتعزيز السلام وفق المبادرة العربية. لقد اتفقنا على أن تقويض اتفاقيات أوسلو التي تضمنت اتفاق إقامة الدولتين قد وصل إلى النقطة التي لم يعد فيها نهج إرجاء الاعتراف بالاتفاق النهائي ذا مصداقية أو قابلا للاستمرار. وما بين إسبانيا وإيرلندا يرصد في الموقف الأوروبي خطاب مختلف تجاه الحرب على غزة. يركز هذا الخطاب على الجوانب الإنسانية للحرب، فيما تبدو إسرائيل معنية بمراقبة تطور هذا الخطاب، وما إذا كان سيشمل خطوات سياسية تضع العلاقة بين تل أبيب وأوروبا في مسار تصادمي. أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، ما تأثير اعتراف الدول الأوروبية في القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال؟ وثانيا، هل نحن أمام تحول حقيقي في الموقف الرسمي الأوروبي من إسرائيل على خلفية الحرب في غزة؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف السيد مصعب بشير العزايزة، الكاتب السياسي، وهو معنا من غرناطة في إسبانيا. أهلا وسهلا بك معنا سيد مصعب. لماذا بداية الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل مصلحة جيوسياسية لأوروبا؟ حسنا، لا 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 أعتقد بداية أن الأمر كذلك بالنسبة لجميع الدول الأوروبية بداية. نتحدث كون الموقف انطلق من إسبانيا. نعم، بالنسبة لإسبانيا بكل تأكيد هو مصلحة للمنظومة الحاكمة في إسبانيا ولهذا التحالف لكي يستمر في الحكم أيضا، إذ أن هناك ضغطا شعبيا غير مسبوق في إسبانيا لصالح القضية الفلسطينية. إسبانيا تاريخيا هي تتسم بدعم القضية الفلسطينية، ولكن منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ازدادت وتيرة الاحتجاجات، وبالتالي انعكس ذلك على الموقف الإسباني. دعيني فقط بعد ذلك أن أقتبس تصريحان أو ثلاث تصريحات لبيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية في 7 أكتوبر. كتب بيدرو سانشيز على حسابه على شبكة التواصل تويتر إكس بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. ثم ثارت ثائرة الناس في إسبانيا سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الشوارع. ثم انتقل الأمر بالتدريج إلى وعد من سانشيز بالتوجه والحديث مع نتنياهو والذهاب إلى معبر رفح، وكنا نعرف تصريحه الشهير هناك. بعد ذلك في تصريح في 9 آذار مارس من هذا العام في اجتماع حزبي في مدينة بيلباو في إقليم الباسك في شمال البلاد،
صرح سانشيز بأنه سوف يدفع الأمور قدما من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية قبل حلول الصيف، وقدر ذلك في بشهر حزيران يونيو من هذا العام. يضاف إلى ذلك أن هنالك حركيات أخرى داخل التحالف الحاكم. سانشيز لكي أو حزب الاشتراك الديمقراطي لكي يحكم في إسبانيا تحالف مع تكتل الجمع، وهو تكتل من عدة أحزاب يسارية أبرزها اليسار الموحد ومكونه الأساسي الحزب الشيوعي الإسباني، بالإضافة إلى أحزاب جهوية أخرى. ومن ضمن هذا التحالف هنالك وزيرة من أصل فلسطيني هي سيرا ريغو، وزيرة الشبيبة والطفولة، وهي معروفة بمواقفها التي لا مرابطة فيها لدعم قضية جذورها أو مكونها الهوياتي الآخر الفلسطيني، بالإضافة كما أيضا كما نعلم إلى المواقف التاريخية المتراكمة للتحالف اليسار الموحد وتحالف الجمع. طيب يعني نحن لسنا أمام تحول، إنما يعني فقط استجابة لضغط شعبي أقل نبدأ فيه بالحديث بإسبانيا؟ دون ما تأكيد، دعيني فقط أن أذكر أنه في عام 2014 عندما كان اليمين يحكم بقيادة الحزب الشعبي ورئيسه سيء الذكر خوسيه ماريا أثنار، تبنى البرلمان الإسباني بالإجماع قرارا يتعهد بموجبه الدولة الإسبانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى أن ذلك لم يترجم حتى الآن فعليا. إسبانيا بلا شك تسعى الآن لجمع أصوات الدول الأوروبية من أجل اتخاذ موقف، لأنها لوحدها لا تستطيع القيام بذلك لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو تناقضات القيادة المشتركة في الاتحاد الأوروبي، وهي تسمية. لكن لماذا هي اللي تحركت يعني، أو ربما قائدة لتحرك الكثير من أو بعض الدول معها، لكن هي اللي أكثر ظهورا، لماذا غيرها لم يرضخ حتى أيضا، دعنا نعتبر أنه رضوخ لضغط الرأي العام، لماذا غيرها لم يرضخ، لماذا غيرها لم يتحدث أنه مستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ هل هي فقط الآن نتحدث لأنه ما زالت مجرد مواقف ولا تحرك حتى الآن، رغم أنه الموقف تكرر على لسان سانشيز أنه مستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، تكرر أكثر من مرة؟ حسناً، دعيني أقسم إلى جزئين. الجزء الأول متعلق بسيرورة المجتمع الإسباني. المجتمع الإسباني تاريخياً هو مجتمع داعم للقضية الفلسطينية، حتى أيام الدكتاتور الفاشي فرانسيسكو فرانكو الذي بعد وفاته بقايا من نظامه شكلت الحزب ما يعرف الآن بالحزب الشعبي. فرانكو كان صديقا لجمال عبد الناصر تاريخيا منذ الثمانينات حتى وصولا إلى عملية مدريد. اتسمت إسبانيا بدعم القضية الفلسطينية ولم تعترف بإسرائيل كدولة إلا عندما طلب ذلك منها لكي تدخل في الاتحاد الأوروبي عام 1986. النخب الإسبانية سواء كانت النخب في الأوساط المجمعية الأكاديمية إعلامية المفكرة في البلد هي داعمة القضية الفلسطينية، لعل في ذلك متخللا جذريا تاريخيا، لأن سيرورة المجتمع الإسباني وتكون الهوية الإسبانية مختلف نوعا ما نظرا للإرث التاريخي الذي نعرفه الذي تفاعلت به إسبانيا منذ الحقبة الأندلسية مع العالم العربي. الأمر يختلف مثلا عن فرنسا وألمانيا، حيث النخب هناك صهيونية، اليسار صهيوني، الأحزاب حتى الأحزاب الشيوعية والخضر في فرنسا في ألمانيا وهما المكونان الأساسيان للاتحاد الأوروبي أو المقررين، دعيني أقول الاتحاد الأوروبي، للأسف متصهرون حتى النخاع. وبالتالي إسبانيا تحاول، لأن إسبانيا ليست ذات وزن صراحة معتبر داخل الاتحاد الأوروبي، تحاول أن تضغط داخل الاتحاد الأوروبي، وتحاول أيضا أن تستغل وجود مالطا التي ترأس دوريا مجلس الأمن لتشكيل شكل من أشكال الضغط. يعني هي تلاقي لعدة مصالح، هذا المحور الأول. أما المصلحة الجيوسياسية فتكمن في تنشيط حركة الاقتصاد الإسباني. يعني هناك 6 جولات، يعني بعضها قام بها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وهو آخر رئيس الوزراء، عفوا وزير الخارجية، تمت زيارة ليس فقط المغرب وليبيا ومصر، بل أيضا السعودية وقطر والأردن، وكل هذه تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في منطقة الجنوب المتوسط، لأن إسبانيا فعليا بسبب
عمل الارتباط العضوي في منطقة اليورو خسرت وزنها الصناعي وتحاول أن تفتح أسواق جديدة. طيب ابقى معنا، سأعود إليك للحديث عن كيف ستتحرك إسبانيا، مع اعتبارك أنه هذا ليس تحول إنما مصلحة اقتصادية، بالإضافة إلى رضوخ لضغط شعبي ورأي عام. سأعود إليك للحديث أكثر عن يعني مسار التحرك وما فائدته، إن كان للقضية الفلسطينية كيف يجب أن يستغل، أم تأثيره حتى على كيان الاحتلال، سيما في ظل دعوات أوروبية لإعادة النظر بشكل عام بالعلاقة مع الاحتلال. ابقى معنا سيد مصعب بشير العزايزة. مما لا شك فيه أن المواقف الأوروبية الرسمية من الحرب في غزة شهدت تبدلا أقله في التصريحات المعلنة، ولكن ما نشهده اليوم يصح أن يوصف بالتحول الحقيقي والفعلي. وفق صحيفة الجارديان يصح وصف ذلك بالتحول الملموس. تقول الصحيفة البريطانية أن التسامح الذي حصلت عليه إسرائيل من حلفائها خلال الأشهر الستة الماضية من الحرب بات مهددا بالانتهاء، وتشير إلى أنه ربما تطلب الأمر مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي حتى يحدث هذا التحول، وربما كان تراكميا. لكن ما يصعب إنكاره الآن هو أن إسرائيل أصبحت مارقة. وفق الجارديان فإن الحكومة الإسرائيلية أهانت حلفائها ورعاتها وجعلتهم يبدون ضعفاء وعاجزين. أبرز ما يرصد في الجانب الأوروبي ما هو مرتبط بهذا الحراك الذي تقوده إسبانيا ويضم إليها إيرلندا ومالطا وسلوفينيا من أجل حشد الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية. إلى فرنسا التي غلبت عليها المواقف المتذبذبة، حيث برز في الساعات الماضية ما قاله وزير خارجيتها ستيفان سيجورني في مقابلة مع فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية، بأن فرض العقوبات من قبيل الاتحاد أو من قبل الاتحاد الأوروبي قد يكون وسيلة للضغط على إسرائيل لفتح الممرات والمعابر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ألمانيا التي تمثل اليوم أو تمثل اليوم أمام محكمة العدل الدولية بسبب دعمها إسرائيل في إبادتها الجماعية، تقول صحيفة نيويورك تايمز إن حكومتها تعمل ببطء على تشديد موقفها تجاه إسرائيل، ولا تربط الصحيفة ذلك بالملاحقة القانونية لألمانيا بل بالانتقادات الداخلية المتزايدة لهذا الدعم. في ضوء المواقف الأوروبية المختلفة، ثمة تأثيرات مباشرة لحرب غزة على أوروبا يمكن تلمسها، من بينها وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن الحرب تقسم أوروبا وتربك دبلوماسيتها وتزعزع الرأي العام، وربما الأهم في كل ذلك أنها تلهب السياسات المحلية في كل دولة، وربما هنا يكمن سر المواقف الأوروبية المستجدة. بهذا الكلام الأخير أبدأ معك سيد مصعب، عن أن استمرار هذه الحرب سيعود بالويلات والتقسيم على أوروبا وتداعيات كثيرة أيضا، وربما يفهم منها يعني التحول في بعض المواقف للدول الأوروبية، وعلى رأسها ما تقود اليوم إسبانيا. لأي مدى واقعي هذا الكلام؟ على المدى البعيد بكل تأكيد، ولكن ليست في المدى المنظور بكل تأكيد. في الواقع ما يحدث الآن من إبادة جماعية في قطاع غزة هو ضربة قاسمة لكل النظام العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لم يعد الآن بالإمكان إيجاد بديل لورقة التوت التي سقطت عن هذا النظام، وتبين تماما مدى النفاق وازدواجية المعايير. ما الذي سيكون له تأثير على أوروبا؟ تقسيم بأي معنى؟ ما التأثير على أوروبا إذا استمرت هذه الحرب؟ التأثير على أوروبا هو سينعكس بالمزيد من الأزمات الانتخابية، بالمزيد من تشتت الأصوات، بالمزيد من الأزمات الائتلافية، بقصر مدد الائتلافات الحاكمة، بإمكانية أن تصعد أحزاب موغلة في فاشيتها حتى تصل إلى الحكم، وأيضا باحتمالية أيضا ثورية واعدة بتشكل أحزاب أيضا تصل إلى الحكم وتغير من العقد الاجتماعي القائم. باب الاحتمالات مفتوح على مصراعيه. نحن الآن نعيش حالة كبيرة جدا من الاستقطاب. يعني صحيح أن هنالك، دعنا نقول، تخفيف للهجات في فرنسا المعروفة بمنظومتها الصهيونية القامعة لكل ما هو مناصر للقضية الفلسطينية، هنالك تذبذب في التصريحات. في إسبانيا هنالك ميل لتنعيم، دعيني أقول، هذه التصريحات، على الرغم من أنه خلال الشهر المصرف فقط
وقعت إسبانيا عقدين مع شركة إلبت سيستمز ومع شركات أخرى موردة للذخائر، وردت بموجبها ذخائر مقذوفة جربت في قطاع غزة للجيش الإسباني، وأيضا غدا وهي بنادق نصف آلية لجهاز الحرس المدني. طيب يعني سنكون نحن أمام مجرد مواقف سنسمعها تتكرر من إسبانيا، أم فعلا في تحركات عملية ستصب أو يمكن أن تصب فيما يتعلق بموضوع القضية الفلسطينية إن كان على المدى القريب أو المدى البعيد؟ ومن ممكن من دول الاتحاد الأوروبي، لأنه تقول إسبانيا أنها تسعى إلى أن يكون الاعتراف من الاتحاد كله وليس دول منفردة، ما الذي سنكون أمامه في نهاية المطاف؟ سنكون أمام محاولات أخرى لتخفيف نقمة الرأي العام في إسبانيا وفي أوروبا بشكل عام، إلا أن ذلك لن ينعكس في المدى المنظور، أؤكد لن ينعكس. فخذي كما ذكرت قبل قليل لحضرتك أن إسبانيا مستمرة في تعاون الأمن العسكري، الجامعات الحكومية الإسبانية مستمرة في تعاملاتها مع الجامعة العبرية ومع حلول التقنية والتقنيون وكل الجامعات الإسرائيلية الضالعة عضويا في العملية. لكن ستصل إسبانيا لفرض موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ لن تتمكن، فألمانيا واقفة لها بالمرصاد وفرنسا واقفة لها بالمرصاد. إسبانيا ليست بلدا ذو ثقل في الاتحاد الأوروبي بكل صراحة وبكل موضوعية وبكل أسف. طيب كيف يمكن إلى حد ما الاستفادة أقل من هذه المواقف حتى لو كانت لمصلحة اقتصادية ربما لبعض الدول أو حتى نزولا عند رغبة الرأي العام لتخفيف الضغط الداخلي، كيف يمكن الاستفادة أقل وعبر أي قنوات؟ في الواقع نحن أمام عملية جدا واعدة، كل من يشاهدني الآن ومن تشاهدني الآن يجب أن يعلموا بأن كل نداءات المقاطعة، بأن كل المواقف الضاغطة أتت أكلها. الحالات الخسارة الضخمة في مبيعات شركة ثارا، في مبيعات شركة مانجو، في مبيعات كوكاكولا، في مبيعات بيبسي تؤكد تماما مدى الرعب الذي تعيشه الشركات الداعمة للأحزاب السياسية. أيضا كل النداءات التي وصلت إلى المتضامنين والمتضامنات في كل العالم، سأعطيك المثال الإسباني مثلا، وحالات الضغط والاحتجاجات ترعب فعلا الأوساط الحاكمة. لم نشهد هذه المناورات إلا بعد وجود ضغط، وصدقيني لو لم تكن هنالك نداءات صارخة للمقاطعة وتبني مجالس بلدية لنداء المقاطعة أكثر لما غير بيدرو سانشيز من لهجته، ولما وجدنا تذبذبا في الخطاب الفرنسي. المطلوب هو أن نثق في أنفسنا أكثر وأن نستمر في المقاطعة أكثر. هم يحاولون أوساط رأس المال الأقل في إسبانيا أن تستغل صورة أنه ذهبت شركات أخرى لندخل، ولكن الواقع يشير بأن بعض الشركات الإسبانية قد ضربت. ولكن إذا ما علمنا بأن المصارف الإسبانية الأساسية تستثمر في التقانة والشركات الأمنية الإسرائيلية، وإذا ما تم نشر أسماء هذه الشركات كشركة تليفونيكا، كبانكو سانتاندير، كبانكو كايتشا مثالا لا حصرا، سوف يضطرون مرغمين لتغيير مواقفهم. القدرة الشعبية قدرة كبيرة، مفعولها بطيء ولكنه فتاك. كل الشكر لك سيد مصعب بشير العزايزة، كاتب سياسي، كنت معنا من غرناطة إسبانيا. اجتماع ثلاثي قابله تحذير ثلاثي، الثلاثي المجتمع هو أرمينيا وأوروبا والولايات المتحدة، والثلاثي المحذر هو إيران وروسيا وتركيا. إيران وعلى لسان المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني أكدت أمس رفضها تحويل منطقة جنوب القوقاز إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي. تلتقي طهران بموقفها مع تحذيرات صدرت من موسكو وأنقرة بشأن الاجتماع الذي عقد في 5 نيسان الجاري، فتركيا عدته يمهد الطريق لتحويل جنوب القوقاز إلى منطقة صراع جيوسياسي بدلا من خدمة السلام. وروسيا كذلك الأمر، رأت فيه محاولة مكررة من قبل الغرب الجماعي لجر المنطقة إلى مواجهة جيوسياسية، محذرة من العواقب السلبية على الصعيد الأمني لتدخل القوى الخارجية في شؤون هذه المنطقة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو محلل ميادين للشؤون الأوراسية والدولية مسلم شعيطو. مسلم، أهلا وسهلا بك معنا. نبدأ من هذه التحذيرات، ماذا تعني هذه التحذيرات الثلاثية وكيف ستتدارك روسيا وإيران الخسائر المتوقعة في القوقاز مع هذا الدخول الأمريكي؟ مساء الخير إليك ولمتابعي قناة الميادين. نعم، هناك
يعني أزمة كبيرة ستحدث في القوقاز ستنعكس سلبا على روسيا وإيران بالأولوية، ومن ثم ستتأثر بها كل دول المنطقة نتيجة للصراع الذي قد يحصل هناك. وأعتقد لروسيا وإيران دور مهم فاعل كان يمكن أن يلعبانه سابقا، إما مع أرمينيا بعلاقات جيدة بين أرمينيا وروسيا وإيران، أو العلاقات التي كانت يمكن أو كان يجب أن تكون جيدة بين إيران وأذربيجان. لكن العوامل الجيوسياسية المتغيرة السريعة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي دخلت هناك عناصر متعددة أصبحت لاعبا ولاعبا أساسيا كالأنجلوساكسونية عبر تركيا، والتي بدأت وتحلم من أجل أن تتمدد لتصل إلى أذربيجان ومن ثم لغيرها. روسيا وإيران يستطيعان أن يلعبان دورا مهما، أولا بحكم انتمائهم لتلك المنطقة والتأثر بها المباشر، وهما يحدان تماما أذربيجان وأرمينيا إن كان من جهة روسيا أو من جهة إيران، وبالتالي يستطيعان أن يلعبان دورا مهما، لكن أعتقد أنهم تأخرا كثيرا في لعب هذا الدور نتيجة لما حدث من تغييرات في منطقة القوقاز ودخول الناتو إن كان في جورجيا، ونحن نعرف إلى أين وصلت الأمور في جورجيا في سنة 2008، قاموا بمحاولة مهاجمة أوسيتيا، اضطرت روسيا للتدخل العسكري المباشر، بالإضافة إلى تغير السلطة السياسية في أرمينيا منذ سنتين دفعت بالقيادة الجديدة عبر باشنيان إلى أن يذهب باتجاه الغرب أكثر منه باتجاه روسيا وباتجاه إيران، رغم أنهما الدولتان الوحيدتان اللتان وقفتا معه وقفتا مع أرمينيا تاريخيا. إذن نحن أمام مشهد معقد، أعتقد لروسيا وإيران أن ينسقا المواقف، وهذه هي أحد المشاكل الأساسية، أنهم لا يضعان استراتيجية واضحة لمنطقة القوقاز، ماذا يريدان من تلك المنطقة وكيف يمكن تدارك كل هذه التحولات التي دخلت عليها عناصر جديدة كما قلت الأنجلوساكسونية وتركيا وغيرها. بما أنه تحدثنا عن تركيا، أي دور اليوم لتركيا في هذه الأزمة الحالية، وهل يمكن أن تحقق تركيا أحلامها بالعودة لدول آسيا الوسطى؟ نعم، يبدو وكأنه المستفيد الأول سيكون تركيا، انطلاقا من المشروع الذي تسعى إليه بوصل منطقة نختشفان، هذه منطقة أذربيجانية مفصولة عن أذربيجان الكبرى عبر الأراضي الأرمنية، تطالب أذربيجان بأن يكون هناك ممر، وهذا الممر إذا ما تم الحصول عليه إذا سيصل أذربيجان الكبرى بمنطقة نختشفان وبحكما بتركيا التي تحدها، وبالتالي تصبح تركيا متصلة مباشرة برا من تركيا إلى بحر قزوين ومنه إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق الإسلامية التي تتحدث بالتركية، وتستطيع أن تلعب دورا مهما ضاغطا إما على روسيا أو على الصين لاحقا من خلال تدخلها في هذه الدول، وحكما بدعم الأنجلوساكسونية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تصبح تركيا لاعبا مهما في سوق الغاز والنفط الذي هو في منطقة بحر قزوين، يعتبر من أهم المخزون العالمي خاصة للغاز في تركمانستان وفي هذا البحر، وأيضا في كازاخستان التي تتواجد فيها كميات ضخمة من النفط. إذن تصبح تركيا هي المستفيد الأول إذا ما نجحت في هذا المشروع. طيب، دعنا نتحدث عن الأطماع للولايات المتحدة الأمريكية في القوقاز، وأين الصين أيضا بما أنك ذكرت من كل هذا؟ نعم، الولايات المتحدة حكما هي المستفيد الاستراتيجي مما يحصل، لأنها بالتالي تستطيع عبر تركيا والأنجلوساكسونية التأثير مباشرة على روسيا التي تحدها المساحات الواسعة مع كازاخستان ومع هذه الدول في القوقاز، وأيضا التأثير على منطقة الإيغور القريبة من دول الاتحاد السوفيتي السابق كازاخستان وغيرها، وبالتالي تستطيع أن تؤثر على الوضع الداخلي في الصين وحكما في روسيا. لكن أيضا تسعى الولايات المتحدة للسيطرة على هذه الممرات ولا أن تضعها في يد تركيا، لكي لا تسمح إذا ما تعاونت بشكل أو بآخر تركيا مع الصين من أن يكون ممر الحرير سالكا باتجاه البواخر المرافق التركية عفوا دون السيطرة الأمريكية. إذن الولايات المتحدة تحاول جاهدة إغلاق كل خطوط
طرق الحرير التي يمكن أن تستعملها الصين في حال تم الاتفاق مع الأتراك، ولكن هذه مسألة أيضا معقدة، إنما تصبح سهلة على الصيني لأن التركي مستعد للمساومة والمتاجرة في كل لحظة بعيدا عن كل قناعاته ومبادئه كما يحدث حاليا في مسألة غزة. سلام شعيتو، مدير مكتب الميادين في موسكو، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. مشهد اليوم من تيك توك، حيث ابتكر رسامو كاريكاتير مكسيكيون وكولومبيون ولبنانيون هذا العمل للتنديد بالمعاناة اليومية للأطفال في غزة. العمل عبارة عن رسوم لأطفال يحملون العلم الفلسطيني ويتقدمون. هؤلاء يجسدون أطفال العالم بجنسياتهم المختلفة في عمل تضامني يندد بالإبادة التي يتعرض لها أقرانهم في غزة، ويترافق مع الصور نص بلسان حال طفل من غزة يتحدث عن الحقوق التي حرم إياها بفعل الاحتلال والحرب. فاصل ونواصل المشهد. انتظروا العيد كما ينتظره كل المسلمين في العالم. إنهم أهل غزة الذين يحتفون دوما بالحياة على الرغم من قسوة الحروب المتتالية عليهم. بما توافر استقبلوا أول أيام العيد خطبة وصلاة على أنقاض المساجد، أطفال يسرقون الفرح في يومه، وأسر تتمنى أن تحمل هذه المناسبة المباركة هدية من سلام ونصر. كيف بدأ عيد غزة؟ نتابع. احنا نازحين من غزة، لكن الحمد لله اليوم احنا في يوم العيد، لازم انه احنا نأدي الفروض والسنن اللي علينا. احنا اصرينا اليوم نصلي صلاة العيد على انقاض مسجد الفاروق، وذلك لنرسل رسالة للعالم اجمع وللعدو انه نحن متمسكين في مساجدنا، متمسكين في ارضنا، في بلادنا. من حق أطفالنا كباقي شعوب العالم وأطفال العالم أن يفرحوا وينبسطوا ويكيفوا ويعيدوا، فالحمد لله هاي الأطفال حوالينا كلهم مبسوطين رغم القتل والتشييد، كلهم في سعادة، وإن شاء الله الفرحة التامة ستكون بالانتصار إن شاء الله. يعني رغم اللي صار فينا ورغم الحرب ورغم الحصار ورغم الكسرة اللي فينا، حنفرح أطفالنا، حنعيشهم أجواء العيد. احنا رغم الحرب والدمار شرينا اوعي العيد، واحنا رح نضلنا قاعدين وصامدين زي ما احنا كل عيد ورمضان نعمل الطقوس. رحنا عيادنا وخالاتنا وعماتنا ومش خايفين من كسف، مش خايفين من ايش، وعادي فرحانين، من حقنا نفرح، يعني احنا مش حنقعد في الحياة، من حقنا نفرح. احنا نزلنا على خالاتنا نعيد عليهم، ونزلنا نلعب في المراجيح ونلعب زي باقي أطفال العالم، ونزلنا نلعب مع أصحابنا في عند المراجيح، وإحنا مش خايفين ولا من قصف ولا من أي حاجة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من رفح الناشط الشباب السيد عماد أبو نعمة. سيد عماد أهلا وسهلا بك معنا، وكل عام وأنتم دائما بألف خير يا رب، حتى نكون نحن أيضا معكم بخير. يعني دائما ما نقف عند هذا المشهد في غزة، كان الفتى يقول وأنتم بألف خير يا رب، كان يقول عايدنا خالاتنا عماتنا، كانوا يشترون اللعب، كانوا يلعبون على المراجيح، كانوا يعني يلبسون لبس العيد، شعر الفتيات الصغيرات أيضا كان معمول بطريقة وفي ألوان. هذا الإصرار على أنه تعيدوا، كيف يأتي هذا الإصرار؟ أنتم تتعرضون يا رجل لإبادة ليست مشاكل أو مناوشات، إبادة، من أين يأتي كل هذا بلحظة ما الإبادة مستمرة؟ لماذا هذا الإصرار حتى على يعني كما كان يقول الرجل اللي يصلي الفروض والسنن إقامتها وإقامة الصلاة حتى تحت المطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نصنع من الإبادة ألف معنى ومعنى للحياة،
نصلي فوق أنقاض المساجد لنعلنها تكبيرات مدوية، أن الصوت الذي أرادوا أن يخمدوه وأن لا يعلو هو صوت التكبير، سنعلو به الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا هو شعبنا، هذه غزتنا التي تكابر، غزتنا التي تصنع المجد، غزتنا التي هي عنوان لكل صمود وعنوان لكل ثبات وعنوان لكل تحدي، هي غزة الإصرار كما تفضلت، التي تصر دوما على أن تكون مثالا يحتذى به في صناعة الحياة، تصنع الحياة رغم أنياب الأسى والموت، تقول لكل من يحاول أن يطمس صوت فرحتها لن تستطيع، النور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني، تالله ما الطغيان يهزم دعوة أبدا، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني، سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. الابتسامة التي تصنع الحياة رغم أنياب الموت هي التي يريدها الغزاوي، هي التي يريدها الذي يعيش هنا رغم الإبادة، حيا أبيا شامخا عتيدا عنيدا، يقول للمحتل لا وألف لا، سننتزع فرحتنا انتزاعا، سنصنع هذه الفرحة لأطفالنا لشيوخنا لنسائنا لكل زهراتنا لكل أطفالنا، نقول لكل العالم الذي يحاول اليوم أن يقف ضد غزة وأن يقف ليمنع فرحة غزة، فرحة غزة باقية، فرحة غزة شامخة، فرحة غزة أصيلة بإذن الله عز وجل، لن تنتزع ولن تسرق مهما حاولوا أن يسرقوها أو أن يطمسوها أو أن ينتزعوها، نحن من سننتزع فرحتنا رغم أنوفهم بإذن الله، شعبنا الذي ترون مشاهده عبر شاشات التلفزة وعبر الفضائيات وعبر الإعلام، شعبنا الذي ترون كيف أنه يفرح بأطفاله وصغاره بكل ما أوتي من إمكانات، هذا الشعب لا يمكن له أن يهزم، صحيح. وسيبقى يفرح يصنع فرحته رغم الموت إن شاء الله. يعني هذا ليس بغريب، أنتم في أيضا قمة ما تتعرضون له لناحية المجاعة، كان في إصرار على الصيام من الصغار قبل الكبار، أحيانا نقف عاجزين أمامكم حقيقة، لا حرف ولا كلام نستطيع أن نعبر به أمام صمودكم الأسطوري هذا وإرادتكم حقيقة لم ولن تكسر. أخبرني عن كونك ناشط، ما النشاطات اللي تقدمونها في هذا العيد وكيف التفاعل معه؟ نحن بفضل الله وحوله وقوته نحاول أن نقدم لهذا الشعب العظيم الأبي ما نستطيع، رغم أننا لو قدمنا له أرواحنا ودماءنا والله إننا مقصرون، شعب يستحق أن يرفع فوق الرؤوس، شعب يستحق أن يحمل على الأكتاف، شعب ترفع له القبة احتراما لأنه قدم أنموذجا فريدا في العطاء في الثبات في التضحية، جئيني بشعب يستطيع أن يصبر مثل ما صبر شعب غزة، لا يوجد، يتعرض لما تعرض له أهل غزة ويظل ثابتا، لا يوجد بالتأكيد، شعب يعيش أكثر من نصف عام تحت مجازر إبادة جماعية، تحت مجاعات حقيقية، تحت إجرام نازي صهيوني خبيث يريد أن يجتث هذا الشعب وأن يستأصله من جذوره، ومع ذلك يظل الشعب الفلسطيني قادرا على أن يقاوم وقادرا على أن يواصل وقادرا على أن يصنع فرحته، والله إنه شعب لا يمكن أن يقاوم، شعب لا يمكن أن يجابه، حتى ولو ظن العدو واهما أنه بقصفه لأكوام من الحجارة أو بقتله للمدنيين أو بقتله للأطفال والنساء والشيوخ أنه يستطيع أن يركع هذا الشعب، لن يستطيع، ولو أراد أهل غزة أن يركعوا لركعوا منذ الشهر الأول أو الثاني من هذا العدوان، لكنهم ما زالوا مستمرين في ثباتهم وصمودهم، لذلك نستطيع أن نقول هذا الشعب أشبه بالمعجزة، ومهما قدمنا له نحن مقصرون، نحاول أن نقدم له بعض المشاريع، في رمضان قدمنا له إفطارات رمضانية، قدمنا له طرود غذائية، قدمنا له بعض الأموال النقدية، قدمنا له بعض المشاريع الخيرية التي من خلالها نستطيع أن نبث فيه شيئا من الأمل وشيئا من الصمود وشيئا من الحياة. ماذا في العيد كل الآن؟ كل هذا وشيء قليل مقابل ما يستحقه شعبنا، يعني منذ الصباح بفضل الله خرجنا في معايدات الأطفال والعائلات النازحة في الخيام، ذهبنا إليهم، تحسسنا أحوالهم، تفقدناهم وهم يبتسمون يتعالون على الجراح يكابرون على الألم، رأينا كيف أن ضحكاتهم أقوى من الصواريخ بفضل الله، يضحكون ليقودوا هذه الصواريخ التي فتت أجساد الأطفال والتي دمرت بيوتهم والتي جعلت فرحتهم
رغم أنها فرحة منقوصة إلا أنها بقيت هذه الفرحة مدوية وقوية وشامخة وتقول لهذا المحتل سنفرح بالعيد. هل لأنكم تعشقون سيد عماد لأنكم تعشقون التحدي نتيجة ما مررتم به يعني بسنين كثيرة أم هو إيمان غير مسبوق؟ يعني أنا مثلا صدمت أنه هذا الكم من الأطفال الحافظين للقرآن الكريم حتى بعز الحرب، هذا ما لم أكن أعرفه عن أهل غزة. غزة معجزة. قلت غزة تتميز بأمرين، غزة الجهاد والثبات وغزة القرآن والإيمان. غزة الجهاد والثبات التي تصنع إمكاناتها من لا شيء لتقاوم هذا المحتل الذي أتى إلى أرضنا متغطرسا محتلا لهذا الطهر وهذه القداسة وهذه الأرض المباركة فلسطين، وأيضا هو شعب القرآن. لا تكاد تجد بيتا في غزة يخلو من حافظ أو حافظة للقرآن الكريم. في برنامج صفوة الحفاظ خرجت غزة عشرات الألوف الذين يتقنون حفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب، تراهم يسمعون القرآن ويسردون القرآن على جلسة واحدة من الصبح حتى العصر دون أن يخطئوا. لا أقول لكم إنهم يقرؤون القرآن، حاضر، إنهم يقرؤونه غيبا ومع ذلك تراهم يسردونه وكأنهم يعني يسرعون في القراءة بصورة عجيبة، طبعا مع مراعاة أحكام التلاوة والتجويد، ليقولوا أن غزة متقنة أيضا في حفظها، ليست فقط حافظة بل هي متقنة في حفظها. فما بالك حينما نقول أن غزة مطبقة لما تحفظ من قرآن عبر صبرها وثباتها الأسطوري عندما يتلى عليها قول الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هي غزة التي يتنزل عليها القرآن واقعا عمليا أستاذة، واقعا عمليا يتنزل عليها القرآن وكأنه ينزل للمرة الأولى حينما يثبت الناس، حينما يشد من أزرهم، حينما يعزز صمودهم عندما يمرون على قول الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقبلها قال خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. غزة تعرضت لخوف، تعرضت لجوع، تعرضت لنقص من الأموال والأنفس والثمرات، ومع ذلك ظلت غزة صابرة وعصية على الكسر. ولو استمرت الحرب لا أقول أشهرا بل أقول سنوات ستبقى غزة عصية على الكسر بإذن الله. تريد أن تخبرنا شيء بشكل سريع جدا؟ الكلمة أتركها لك في النهاية في هذا العيد. في النهاية أقول يا أبناء العالم الذي يسمع ويشاهد، ألا ترون أنات المعذبين في غزة؟ ألا ترون أهات أطفالهم ونسائهم؟ ألا تسمعون صراخهم الذي يملأ الآفاق؟ ألا ترون مشاهدهم التي تدمي القلوب قبل العيون؟ كفاكم صمتا وأنتم تشاهدون هذه المشاهد. أنتم اليوم تفرحون بالعيد، وغزة اليوم رغم أنها مقصوفة محاصرة مكلومة تتعرض لأبشع إبادة وأبشع تجويع إلا أنها تفرح، لكن هل هي فرحة طبيعية؟ والله إنها فرحة منقوصة، فرحة كلها ألم، كلها معاناة، كلها فقد، كلها فراق. أما أبناء العالم اليوم يفرحون ويشكلون بفرحتهم كل أنواع الفرح والسرور. غزة المحرومة من الفرح ألا تستوجب عليكم وتجعل من الواجب عليكم أن تناصروها وأن تعاضدوها وأن تساندوها وأن تؤازروها وأن تقفوا جنبا إلى جنب مع أطفالها الذين يموتون تحت الركام والذين تبقى أجسادهم تحت القصف وتحت الركام لمدة طويلة دون أن يستطيع فريق الإنقاذ وتستطيع أدوات الطوارئ أن تنقذهم وأن تنتشلهم من تحت هذا الركام. أين أنتم؟ أين معداتكم؟ أين أدواتكم؟ أين نصرتكم؟ أين مؤازرتكم؟ كفى لكم صمت وكفى لكم هذا النوم، ولا تتركوا غزة وحدها، انصروها أزروها قفوا جنبا إلى جنب معها. غزة تستحق منكم أن تصنعوا لها الحياة. مع أنها والله اليوم رغم تآمر العالم وترك غزة وحدها إلا أنها تفرح وتصنع لنفسها الفرح، تكابر على الجراح، تعض على الآلام. يا سيد عماد، أنتم موعودين بالنصر، بنصر إلهي، هذا وعد الله، يكفي أن الله معكم حتى لا تكونوا بحاجة لأحد. كل تحية لك، كل التحايا لكل فرد في غزة. ما يزيدنا قوة أننا ننتظر فرج الله ولا نريد إلا نصر الله المؤزر. نتمنى منك أن تصل منا علينا الصبح كل المعايدات توصلها يخرج علينا منا لو سمحت لكل أهل غزة. كل نهار. شكرا لك عماد أبو نعمي الناشط الشبابي، كنت معنا من رفح. شكرا لكم.
ضربة قاسية لقطاع الهايتك بسبب الحرب الإسرائيلية في الفترة الماضية شهدت انخفاضاً في الاستثمارات في هذا القطاع وتآكلاً في دعم العمال في صناعة الهايتك العالمية لإسرائيل. فأي تأثير لذلك على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يشكل هذا القطاع إحدى دعائمه؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي السيد زياد نصر الدين. سيد زياد أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. ينعاد عليك وكل عام وأنت بألف خير يا رب. إن شاء الله بأيام أفضل على الأمة كلها. منعيد بتأكيد النصر بإذن الله للمقاومة الفلسطينية بإذن الله. هذا هو النصر الحقيقي وقريبا إن شاء الله. دعنا نتحدث عن الهايتك لمن لا يعرف الهايتك في إسرائيل. أخبرنا عنه بداية وأهمية هذا القطاع تحديداً بإسرائيل قبل ما نرجع نحكي بما تعرض له. يعني من دون شك اليوم فينا نأكد أنه المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تكشف الاقتصاد الإسرائيلي. وبالتالي في معادلة ثلاثية اليوم كتير مهمة بين المقاومة في غزة وجبهة جنوب لبنان وجبهة اليمن اللي عم بتشل 60% من الاقتصاد الإسرائيلي. هلأ اليوم موضوع الهايتك أصيب بالصميم. وهذا باعتراف الوكالات العالمية و إدارته المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يضم الهايتك ونوع الخسارة اللي تعرض لها؟ بشكل الهايتك اللي هي الشركات التكنولوجية المتطورة بصناعة البرمجة وصناعة البرمجات العسكرية الأساسية بشكل 28% من الناتج المحلي عند العدو الإسرائيلي وما يقارب 25% من القوى العاملة الإنتاجية 35% من الإيرادات الضريبية و 50% من الصادرات إلى الخارج بمجمل ما يعرف بالناتج المحلي عنده إيراداته السنوية 140 مليار دولار. خسائره الأكيد اليوم أولا تراجع ما بنسبة 30% بالاستثمارات، تراجع بهذا القطاع بمجمله 56%، 20 مليار دولار كانت خسائر مباشرة، 71 مليار دولار اليوم مهددين بالخسائر بسبب سوء التصنيف العالمي لهذه الشركات، لأنه هذه الشركات عم تشتغل بمكان ما في أمان وبالتالي الاستثمارات خائفة. التجنيد الإجباري اليوم الموجود عم يلعب دور سلبي جدا بهذا الموضوع، وارتدادات هذا الموضوع على كل القطاعات وعلى الانكماش الاقتصادي كان كبير جدا، وخاصة بالتراجع اللي صار بالإيرادات الضريبية اللي بنفس الوقت صار في زيادة ضرائب حتى يقدروا يغطوا هذا العجز. ارتفع العجز بالموازنة اليوم بشكل ما يقارب 6.6% من الناتج المحلي لأول مرة بتاريخ العدو الإسرائيلي، 30 مليار دولار عجز الموازنة. كلفة المباشرة في غزة فقط في غزة باعتراف وكالة بلومبرغ وبتقارير صدرت عن مراكز دراسات عالمية وبالداخل عند العدو الإسرائيلي مركز الإحصاء الإسرائيلي أنها بلغت 67 مليار دولار، أعلى كلفة في تاريخ الحروب مع العدو الإسرائيلي. وبالتالي هناك انكماش اقتصادي، انكماش بالاستهلاك، تراجع بالقوى العاملة الإنتاجية وبتراجع أيضا زيادة بالبطالة. كل هذه الأمور اليوم عم تأخذ بعين الاعتبار أنه هذا الاقتصاد بحسب تقرير وكالة بلومبرغ يقول هذا التقرير على الشكل التالي: هذا الاقتصاد اليوم إذا توقفت الحرب اليوم يحتاج إلى 11 عام للتعافي مع دعم غير محدود. وبالتالي ما يتم تصويره أنه لا يوجد هزيمة للعدو الإسرائيلي في حربه على غزة، الاقتصاد اليوم يكشف أول يعني بشكل أولي وأساسي الهزيمة الكبيرة في الاقتصاد وما وتداعياتها لاحقا على الهزائم الكبرى المنتظرة بالعسكر وبالسياسي وبالأمن وبالمجتمع.
وبالتالي اليوم إذا بدنا نحكي قديش نسبة البطالة ارتفعت 11%، تأثيرات على باقي القطاعات الاقتصادية، منه شيء عادي ضرب واقع التكنولوجيا في عند العدو الإسرائيلي. لأنه علا بس نقول نحن تكنولوجيا، بس نحكي تكنولوجيا، نحن عم نقول نصف الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه الإدارة الأمريكية المباشرة لهذا الاقتصاد كانت تقوم على فرض اتفاقيات مع كل دول المنطقة خارج الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الاقتصاد من أجل إنشاء اقتصاد جديد. للعلم هذا الاقتصاد من بعد حرب 73 فقط، للعلم من بعد حرب 1973 هذا الاقتصاد أفلس 5 مرات. نتائج حرب 73 كانت على اقتصاد العدو الإسرائيلي إفلاس 5 مرات. كيف اليوم بهذه النتيجة الكبرى داخل غزة وجبهة جنوب لبنان وموضوع اليمن وشل مرفأ إيلات وضرب الاستثمارات في هذا القطاع؟ لأي مدى ممكن الاعتماد على هذه الأرقام؟ هذه أرقام دولية موثقة عالميا، يكون لها تأثير مباشر. أولا التأثير اليوم في الاقتصاد هو تأثير كبير، ويعتبر يعني الاعتراف بهذا التأثير هو من حاكم المصرف المركزي عند العدو الإسرائيلي، الخلاف مع وزارة المال، التأخير في إصدار الموازنة بسبب الخلافات الكبيرة على الموضوع، تقرير وكالة بلومبرغ، تقرير الوكالات العالمية التي قالت أن هذا الاقتصاد يتجه إلى تصنيفات جديدة أقل مما كان متوقع بكثير، هروب الاستثمارات من هذا الاقتصاد لأنه لا يوجد أمان. بدأت تهرب الاستثمارات؟ حتى نقول ذلك في قطاع التكنولوجيا هناك تراجع بالاستثمارات 30% وتوقف 15 مليار دولار عن الاستثمار، هناك هروب، يعني هناك توقف شبه كامل للاستثمارات في القطاع السياحي، توقف شبه كامل للاستثمارات في القطاع الصناعي، في قطاع المزروعات. يعني الحرب كله اليوم بالاخر انا شو بيفيدني اليوم بهيدا الحرب المستمره؟ المستوطنين عم بفلوا، هيدا المهم، التطبيع عم تهرب الشركات، ما يمكن بكرة الإماراتي والسعودي وغيره يجي يرجع يدعم، والأمريكي أصلا اللي كان عم يدعم بالحرب بالعسكر يرجع يدعم بموضوع الاقتصاد ويرجع يتعافى. أنا بقول لك شو بيفيدك. لا أنا بقول لك شو بيفيدك. كيف ممكن أنا بيعنيني بالضرب المباشر بكيان هذا الكيان؟ لا لا معلش، خلينا بس نوضح الموضوع. عملية غلاف غزة استطاعت كشف الاقتصاد الإسرائيلي بشكل واضح. اثنين، أثرت على الاستثمارات. ثلاثة، وكالات عالمية تقول مثل بلومبرغ، بنك جي بي مورغان، مراكز دراسات أوروبية، حتى بمراكز دراسات عن داخل العدو الإسرائيلي من عندهم، مش من احنا شو بنتمنى، من عندهم هني عم بيقولوا اليوم الاقتصاد اليوم هو يحتاج إلى الأمان، ويحتاج وما بني الوظيفة الاقتصادية اللي كانت معمولة لهذا الاقتصاد على فترة طويلة انكشفت اليوم، وبالتالي يعني هجرة 450 ألف إسرائيلي يمتلكون جنسيات أخرى من داخل الكيان، و450 ألف يطالبون بالخروج، ومع تراجع بهذه الاستثمارات، مع ضرب مشاريع استراتيجية اقتصادية مهمة على صعيد مثلا المشروع الهندي، اليوم توقف بتصويت من داخل المجلس القومي الهندي اللي قال انه هذا المشروع اليوم متوقف، وبالتالي هذا المشروع اصبح غير قابل للحياة. موضوع التطبيع اصبح موضوع سياسي، لكن المال اليوم لا يمكن ان يغير بالنتيجة الاقتصادية، النتيجة وقعت، الخسائر الاقتصادية وقعت، الاعتراف بانه هناك خسائر بما يقارب 20 مليار دولار شهريا، هناك تراجع بموضوع اللي بيتعلق ب الشيكل، اليوم الشيكل تم دعمه ب 45 مليار دولار من أجل عدم انهياره. المال اليوم لا يصنع الأمان، وبالتالي اليوم السؤال المركزي والأساسي ما بيتعلق فقط شو هو غدا ماذا سيكون سياسيا، أيضا غدا ماذا سيحصل على المستوى الاقتصادي. هل الوظيفة الاقتصادية اللي كانت معمولة لهذا الكيان ما زالت كما هي، خاصة بموضوع التكنولوجيا؟ التكنولوجيا اليوم المقاومة الفلسطينية خلال موضوع عملية طوفان الأقصى استطاعت خرق كل الأنظمة المتطورة، فهذا قد ايه بيخلي الكيان هش، بيخلي صيت غير موضوع الاقتصاد انه تكنولوجيا بيخلي الصيت، وبيخلي يعني الكلام عن انه ان العدو الإسرائيلي يمتلك التكنولوجيا الخارقة اصبحت وراءنا، وبالتالي هناك كلام جديد سيكون. قد صار اسهل تكسره؟ صار اسهل لانه هذا بيبين من خلال الاتفاقيات،
هناك اتفاقيات ب 71 مليار دولار يعاد النظر فيها الآن. وبالتالي إذا استمرت هذه الحرب على هذا المنوال بكلفة 20 مليار دولار شهريا وبتراجع استثمارات وبفقدان الثقة بهذا القطاع، بالتالي أنت عم تفقد الثقة بدرة التاج الاقتصادية. التداعيات السياسية هتكون كبيرة. لأنه انتهى وقتنا، قديه ورقة الاقتصاد فينا نربطها كسبب رئيسي وأساسي عندما نتحدث اليوم عن زوال هذا الكيان؟ هي جزء من ثلاثية ترتبط الاقتصاد، المجتمع، السياسة، العسكر، رباعية عفوا، هي جزء من هذه الرباعية. وبالتالي هو عامل لأول مرة بتاريخ الحروب عند العدو الإسرائيلي يعتبر يدخل الاقتصاد كعامل رئيسي ومؤثر على الواقع الاجتماعي والسياسي الداخلي ولم يحصل سابقا أبدا. وبعد قديه وقت حنشوف صرخة أعلى بكتير تتعلق بسبب الاقتصاد؟ شوف واقعيا، واقعيا اقتصاد مع الدعم الموجود اليوم مع احتياط المالي لألون هو يستطيع أن يتحمل سنتين حرب متواصلة بأول ست شهور مرقوا. وبالتالي كل ما تقدمنا بالوقت كل ما بتبلش الأثار السلبية تكون أكبر. شكرا لك زياد ناصر الدين الخبير الاقتصادي على المشاركة معنا في المشهدية. مجددا كل عام وأنت بألف خير. شكرا. مشاهدينا أيضا لكم كل عام وأنتم بألف خير. بهذا تكون اكتملت مشهديتنا لهذه الليلة. نلتقي غدا بنفس التوقيت. شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.